تحضير. براونيز البطاطا، كوباية بطاطا مهروسة، اشويها بقى أو اسلقيها وتاخدي القلب بتاعها كله، المهم إن أنت تملي لنا كوباية. كوباية سكر بودر، كوباية إلا ربع زبدة سايحة، 300 جرام شوكولاتة سايحة يعني حوالي كوباية ونص شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة الخام بتاعة الحلويات، 3 بيضات، فانيليا، كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج بودر، ملح وشوية مكسرات أو بديل مثلا شوية سوداني هتتحط جوه البراونيز عشان تدي قرمشة حلوة قوي لقطعة البراونيز. نقول كمان في الإعادة فني وإفادة، براونيز البطاطا النهاردة كوباية بطاطا مهروسة، كوباية سكر بودر، كوباية إلا ربع زبدة سايحة، 300 جرام شوكولاتة مبشورة، 3 بيضات فانيليا، كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج بودر، ملح ومكسرات. دي كده مقادير براونيز البطاطا بتاع. هنعمل خطوة بس وبعدين تطلعوا فاصل على طول. ادي الشوكولاتة المبشورة والزبدة سيحتها وسخنتها كويس قوي على النار، هحطها عليها وهفضل اقلب فيها لغاية ما تسيح مع الزبدة. تكونوا طلعتوا فاصل ورجعتولي نكمل البراونيز مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. كل اللي عملناه كانت خطوة واحدة بس، ان احنا سخنا الزبدة على النار اللي هي 3 ارباع كوباية زبدة، سخناها كويس على النار وحطيتها على الشوكولاتة المبشورة، الشوكولاتة الخام اللي كانت كوباية ونص او حوالي 300 جرام شوكولاتة خام. هي اصلا الباكت بيتباع على بعضه 300 جرام، هاتي الباكت ابشريه وحطي عليه كوباية الا ربع زبدة سخنة وافضلي قلبي فيها كده لغاية ما تسيح بالشكل ده. دي كانت اول خطوة عملناها. نركن بقى دي كده على جنب سيكه بس لغايه ما نعمل الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هجيب معلقه واخد كوبايه البطاطا مسلوقه او مشويه، ولو مشويه على فكره بتكون افضل وبتدي طعم احلى، بيبقى السكر الطبيعي بتاع البطاطا موجود فيها زي ما هي. تشويها ازاي؟ بتحطيها في صينيه تحتها ورق زبده وتدخليها الفرن بس على الشبكه. كده كوباية البطاطا المسلوقة أو المشوية، هحط عليها كوباية السكر البودر ونقلب مع بعض ونكلم ولاء. يا ولاء أهلا وسهلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ازيك انت؟ كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة يا رب يخليكي يا حبيبتي. وربنا يخليكي لنا ولأسرتك كمان. الله يكرمك، يخليكوا كلكم ليا. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي. بعد إذنك بس عايزة مقادير السحلب. السحلب، بودرة السحلب اللي بجيبه، اللي بجيبه من بره مش حلو بيبقى. طبعا بودر. تقلبي مع بعض، بصي ساحت ازاي، كأن عليها مية. السكر على طول البودر سيح لي البطاطا كده بالشكل ده. بصوا، مع ان اول ما حطيتهم كانوا قافشين في بعض ما فيهاش نقطة مية، بعد شوية ساحوا. دي كده تاني خطوة معايا. بعد كده الشوكولاتة اللي سيحناها بالزبدة، بسم الله نروح منزلينها كده عليها بهذا الشكل. يبقى كانت اول خطوه ان انا سخنت الزبده كويس قوي اللي هي 3 ارباع كوبايه زبده او كوبايه الا ربع، سخنتها كويس قوي ونزلتها على كوبايه ونص شوكولاته خام مبشوره سيحتها، وبعدين جبت كوبايه البيوري بتاع البطاطا ولحمه البطاطا مسلوقه او مشويه، ونزلت بكوبايه سكر بودر، دوبتهم في بعض ورحت واخده الشوكولاته اللي سايحه بالزبده عليهم ونقلب. قولوا لي تاني مين معايا كده. يا ميربت صباح الفل. صباح الهنا، صباح العسل، اللي منوره الدنيا. ازيك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. كل سنه وثانيه وساعه وانت طيبه وخير يا رب. يا رب يخليكوا كلكم ليا والله. ربنا يكرمك كده ويفرحك دايما ويسعدك ووشك ده يفضل منور الدنيا. يا حبيبتي يا رب كده تفضلوا معايا على طول. حبايبي واخواتي مليون ديسليون مبروك لحبيبتي. عقبال كده يا رب ما نهنيكي وانت جايه من عرفات يا رب. حبيبتي عقبال كل حبايبك يا رب. ربنا يخليكي ويسعدك يا رب ويخليكي لينا ومنوره الشاشه. الف شكر يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا شيفا، انت حبيبتي الملايين يا حبيبتي. يا رب يخليكوا كلكوا ليا والله، ما تحرمش منكم جميعا. اشكرك حبيبتي. كده انا دوبت كله مع بعضه. ممكن بقى هنا تضربي بمضرب كهرباء وممكن نشتغلي باليد. ايه رايكم نفضل شغالين باليد وزي ما احنا؟ عندي 3 بيضات في المقادير، هنزل باول بيضه بسم الله واكسرها كده وادوبها الاول. ادي اول بيضه كده بالشكل ده، خلاص دابت معايا ومبقاش ليها
اثر ولا وجود. اروح جايبه البيضه الثانيه اهي، وبرده نفس الحكايه، افضل اقلب فيها كده بالمضرب لغايه برده ما يكونش ليها اثر خالص. التلات بيضات هعمل فيهم نفس الحركه. يا جيجي اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حلوه يا جميل. ربنا يخليكي يا جيجي وشرفتيني والله ونورتيني. عيد سعيد يا روح قلبي. الله يكرمك. الف الف مبروك لسوسو حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. وعقبال 100 سنه يا روح قلبي. فحياتك وعافيه كده ودايما منوره الشاشه ومنوره بيوتنا وقلوبنا وكل حاجه. حبيبتي وما تحرمش منك ولا منكم كلكم يا رب، اللهم امين. الف شكر يا جيجي، اشكرك. ادي كده البيضه الثالثه. يبقى كده خدت ثلاث بيضات معايا. اسهل من كده يا جماعه مفيش، ومش هتاخد منك وقت. وانت واقفه بالمضرب اليد وبالشكل ده وكده اشتغلت معانا وبقت زي الفل. كده الثلاث بيضات ما بقى لهمش اثر. ثلاث بيضات يعني على طول على طول وراهم الفانيليا كده. يا داليا صباح الفل يا حبيب عيني. صباح الهنا، صباح العسل يا دولي. ازيك يا ام العروسه؟ الله يكرمك يا رب، ربنا يخليكي. الف مبروك. ما تحرمش مني وشرفتيني يا داليا والله ونورتيني. يا رب يخليكي، انا بشكرك على الدعوه والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كلكم حبايبي والله وكلكم اخواتي. والله العظيم الفرحه اللي عندك في قلبي وفي بيتي بنتي بالظبط يا حبيبتي يعني. طبعا هي بنتكم كلكم والله يا داليا. الف أكيد. شكر. عقبال ما تفرحي بعيالها. في حياتك يا رب، وكلكم تبقوا معايا كده يا رب، اللهم امين. اشكرك يا داليا، الف شكر حبيبتي. هنزل بقى ايه دلوقتي؟ كده الثلاث بيضات خلاص شكرا، والفانيليا كمان اتحطت. هنزل بكوبايه الدقيق، بسم الله، ومع الدقيق على طول البيكنج باودر اللي هي نص معلقه صغيره اهي، حاجه بسيطه كده، وكمان رشه ملح، ونقلب بالمضرب، ندوب الكلام ده كله، ونكلم ام شريف. يا ام شريف حبيبه قلبي. يا حبيبتي ازيك يا ام شريف. كده كمان حطيت الدقيق ورشه الملح والبيكنج باودر، قلبت كله على بعضه كده. اخر حاجه هتكون معايا اللي هتدي القرمشه الحلوه في البراونيز، كوبايه مكسرات، اي مكسرات موجوده عندك او سوداني بيدوا قرشه حلوه قوي جوه البراونيز. يا اماني، اماني فين؟ اماني المضرب خلاص انتهى. اتفقنا ان هي بتبقى مش الكيكه اللي احنا متعودين عليها، تبقى كيكه تقيله وقلبها نوعا ما مكتوم. الناس اللي عارفينها طبعا عارفين البراونيز بجد اطعم من كده مفيش، والبطاطا اللي جواه بتدي طعامه غير عاديه، بتدي كمان قيمه غذائيه عاليه. يا ام رامي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام العروسه؟ يا ام رامي يا رب يخليكي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، ربنا يكملها على الف خير يا رب. يا رب يخليكي كل بناتنا يا رب. ويفرحك بمحمد ان شاء الله يا رب. في حياتك يا حبيبتي يا رب. اشكرك يا ام رامي والله على ذوقك، دايما سباقه بالخير يا حبيبتي. اشكرك يا ام رامي. شايفين المكسرات اللي حاطينها عامله كده حبيبات في الخليط ازاي؟ دي بقى بعد ما يستوي شوفي القرمشه الجميله والقرشه الحلوه جوه العجينه بتاعت البراونيز بتاعنا. يا استاذه نصر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دي الف شكر حبيبتي. ان شاء الله يا جماعه هنزل لكم الصور وهنزل لكم كل التفاصيل بتاعت اسراء ان شاء الله. هستلم بس الصور والحاجه وهنعيش مع بعض على الفيسبوك كده، انزل لكم كل اللي انتم عايزينه، عشان الطلب مني النهارده كتير على الفيسبوك. فين الصور؟ فين تفاصيل الحفله؟ كل حاجه هنزلها لكم باذن الله. كده خلاص البراونيز بتاعنا خلص في الزي كده، هيدخل الفرن. اهم حاجه عندي الفرن يكون سخن قبلها زي الكيكه بالظبط، وهيدخل على درجه حراره 180 زيه زي الكيكه بالظبط بتاعتنا، زي الكيكه بس في درجه حراره الفرن، وان الفرن يكون سخن قبلها. نكلم مدام سهام. مدام سهام صباح الخير يا هلول يا قمر. صباح النور، ربنا يخليكي يا قلبي. الف شكر يا حبيبه قلبي، اشكرك. دي لسه طالعه حالا من الفرن سخنه، كان المفروض تبرد قبل ما تتقطع عشان ما تتكسرش معايا، بس انتوا عارفين طبعا مفيش وقت، فهنضطر نقطعها وهي سخنه. عايزين صوص الشوكولاته بس بعد اذنك يا شيف سيد، قبل ما نقطعها نحط عليها صوص الشوكولاته، وعايزين الطبق الحلو اللي هنقدمها فيه. يا ام محمد
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام محمد؟ كل سنه وانت طيب يا جميل. يا حبيبتي وانت طيبه وكل حبايبك طيبين. كل سنه وانت طيبه ومبروك لاسراء يا حبيبتي. الله يبارك فيكي بنتكم والله. ربنا يبارك فيكي يا رب. اشكرك اشكرك الف شكر والله يا ام محمد. عقبال مليون سنه يا حبيبتي. يا حبيبتي في حياتك وما تحرمش من ذوقك ابدا والله يا ام محمد. ربنا يخليك. الف شكر يا حبيبتي. ممكن بس طلب ينزلي المقادير بس بتاع الكيكه؟ حاضر. ننزل مقادير البراونيز تاني يا جماعه، البراونيز بالبطاطا، موسم البطاطا دلوقتي بقى يا ام محمد، يلا اعمليها وعيشي بقى. نعم ان شاء الله باذن الله. ممكن بقى تغطيها خالص بصوص الشوكولاته، بس بيني وبينكم الازازه رخمه شويه مش منزله كتير فكده تمام. نقطعها بقى مربعات صغيره، المقادير اهي موجوده يا ام محمد. زي ما قلت لكم يا جماعه هي المفروض تبرد، سيبيها تبرد خالص وبعدين تبتدي تقطعيها. قطعها كده مربعات صغنطوطه خالص، هو البراونيز بيبقى كده. بسم الله كده بالشكل ده. بص انا عماله كده اسيسها بالراحه خالص ازاي عشان ما تتكسرش، غير ان هي بيبقى قلبها مش زي قلب الكيكه، الكيكه بيبقى قلبها هش، لا دي بيبقى قلبها مكتوم شويه غير كده، وكده دي وشها بيبقى ناشف سيكه عن الكيكه العاديه. ده كده نعدلها عشان نعملها مربعات بقى صغنطوطه كده حلوه. بسم الله. والبطاطا بقى بتخلي القلب بتاعها طري وجميل ما تتخيلوش قد ايه، يعني عارفين كده معادله صعبه، الوش ناشف والقرمشه بتاعه المكسرات زائد الطريان بتاع البطاطا اللي حطيناها جواها. وزي ما قلت لكم الاحلى للبطاطا من ان انت تسلويها، اشويها في الفرن تدي طعم احلى واحلى. يا اميره. الو. ايوه يا اميره. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا احلى اميره في الدنيا؟ انت منورانا والله. ده نورك يا قمر والله معانا النهارده. منورانا كلنا والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. اشكرك يا اميره. الف شكر. بصوا بقى ناخد كده قطعه من القلب، عشان القلب طبعا انتوا عارفين بيبقى اعلى حاجه. بصوا سخنه طبعا مولعه. ادي المكسرات جواها، شوفوا عامله ازاي، بين حتت المكسرات جوه طريه. بصوا القلب طري ازاي من البطاطا اللي جواها، بصوا اهو ادي حتت المكسرات والقلب الطري والوش ناشف شويه بيدي قرمشه حلوه. شوفوا قلبها عامل ازاي زي العسل.